سقوطين او سميت مناسبة سقوطين تهيد اللقو مهموسة يا أرضي داسي سيدو كلنا اللقو مهموسة يا معلمين كي تعب كسوك يا مامل كي تعب عضا أي واحد كسو قيد قلي حمنا كميد وقلها وزيرة السومال اللي بانا كميد وقلها وكيلة السومال لان وقال وحقرد يا قار كميد بلشد هذا الدور كودا وروح هلك في هذا القتيل يا هرمود ككلية الشريعة يتابع الدرقونيس شيخ موسى طرح يسيرو كان قدومية أو أخبار شرطة هير كلمات الكلية داس الشريعة دكتور عبد الرزاق وحينا أردت أقول بقاديين دلال كي يهيان كي يسوم دين مدد دير يا كي من دلية وحن هم بريئة بقادون دقائي قدريا أردتا كالدوان قيبها كالدوان كلية الشريعة جامعة قليس كبحي هذا الفرمضان الرمائيو لكن واحد دوانيا لغاها يقايبها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قلتها قنتهي إن البقادين هي همبريو ودرو وحكوك مامولك إدارة بمجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وحان وحي مركز مهنقيا لما قايبها وحي مركز شقوين ككالهيا إلا وحي مركز عسكر حارسك الباب كتاقن وحنا دوبو فرح سنهاي أرضي لي لبطني نعبا إنك لقب قليو حفلة دهن صدف يعني وسوى قاسمين وحلي هاي همبليو 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 لقصو بلابو لبكوني استيدي طبكي إلا ما انتويتي لبكوني لباتكي عنو حاولينا إنا نلتشان قادنو تخصصات كلا دوان او باهدا اي بلشد باهدا او ابتو قار كاملا مطي شرفتي يا ارتدي اللي سقوتين اي يودنكو ذا هالكا سيقاها اللي اي او قم هاد علي اي معالمين تي مدد دير الكسو تبع اي علمي قاي صوبرين اي اصيدو كلا سيدي اي اصو قرب قلتين مدد اي وحبران اي وحنا مبالير يا ارضينا قيباها كلا دوان كنت خروجي جامعة قوليس كلية الشريعة حبلي إن ما با حنا إلى سبحانه وتعالى علم قد برتين هاي دي بركيو هاي دي موافقين النفتي نيو دتكي نيو دلكي نيو ديتي نبا كون فعلا مكرة مقاضة وحروها من قيام ملك كلية هي معلمينها ونقوم ارتقالي كلان كان قيمة بدل يا أرضينا كسو قيمة الشيء لما أنت أدبع جزاك الله خيرا بالي أهلا حنو حنبلين يا أرضينا كلية الشريعة والدراسات الإسلامية كقل إنشابيي فكال لك الدوان يا مركا في درجوين كل الدوان كقل إنشابيين با يغانا وحلا يا هاي حنبليو إلها علم قاعد براتان حبلا بيه إنما با إلهي لكم أنفعه وحن جعلها سيدا مدرش مرهمتي أي دارن تهي إن أن هل كان همبليو هي صلاة وغسو قدبيو أرضي ذا أقوان ترهمتي كبارتي جامعة قوليس كلية شريعة هل كان جوكتا ويلل إيا قبدبا قيبها أقوان تي كالدوان همتي تخصصات كالدوان همتي قاطي أمانت عينو أهم بليين عينو بيرجلين عينو وحلينا جزاكم الله خيرا إلى سبحانه وتعالى قنتي أدبرتين يعلمي أدبرتين الله يدكم أنفعوا إلى إبا مهلا ما هذا ولا إلى إبا إسكله وهم مهلا أيمنا هذا معلمين تا سو وحبرتي أردا سو أبا بشيء محمد لا يهيك كلية الشريعة الإسلامية سو أبو تيسا أساسي هل كان سوء قرسيسي حدنا كهمية إيسا أمر رجعين إيسا إن أمير كسر ريسا إيسي قارا وحالا ندوك سوء مناسبة قيمة أي قاية على أدنوك سوء مرتقاتين أبو سميسي نعلمي كيني وحيد سوء بريسي مامول كيني ورطي من آن وحوية لغو أف لغو سوء بكرين هذا الكام دمنا لغو معنى كريم لكن وحول بؤر سميسان وحو
waxa weeyaan ilaahay ay ka abaalmariyo annagana waxa weeyaan leenahay beerta koog suuni wixii aad samayseen oo dhan ee wanaag iyo khayr ahaa inta aynu wada joognay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda soomaaliya sheekh cabdirasaaq xuseen cali albani wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda soomaaliya doctor cabdixakiin saciid busdaale iyo sidoo kale xildhibaan sheekh axmed ku cadeeye oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somaliland ayaa iyaguna kelmado bogaadin madashaasi ka jeediyey waxaa farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno maanta xafladan takriimka ah ee maamuuska ah halkan ay ardada ka qarinjabisay sidoo kale iyaguna waxa weeye bakalorista ama lisaaniska ka qalin jabiyey dhammaantiin waan idiin hambalyeynayaa marka u horeysa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ardada waxaanan u ducaynayaa macalimiintii dakaatiradii wax soo bartay oo aan leeyahay ilaahay subxaana watacaala idinkana darajo caali allah idin siiyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa macalimiintii iyo maamulkii suurtogeliyey inay ardayda qiimaha badani maanta halkan soo gaadhaan iyo jaamacadda kuliyadda shareecada gaar ahaan iyo guud ahaan jaamacadda Gulisbuur. Waxaan marka xigta u hambalyeynayaa ardayda qiimaha badan ee qaybaha kala duwan ee majisteerka leh, ee diblooma caaliga leh, ee bakalaureyasta leh ma halkan ku qalin jabinaya. Waxaan leeyahay hambaliyo, hambaliyo, hambaliyo. Waxaan u hambalyeynayaa macalimiintii dasoo dadaalay, ee soo garab istaagay, ee soo gaadhsiiyey inay dhammaystaan culuumtii ay ka baneen jaamacadda. Waxaan leeyahay waxaad ku mahadsantihiin dadaalka adaadeed la soo garab istaagteen. Waxaan kaloo mar saddexaad u hambalyeynayaa waalidiintii soo garab istaagay, iyaguna fursada soo siiyey. Waxaa ilaahay mahadiyaa horumarka cilmigeenna iyo aqoonta maanta dalkeenna ka socotaa inay dhan walba horba laga gaarayo, hadday noqoto dhanka diiniga ah iyo hadday noqoto cilmiga maadigaaba. Waxaa halkaasi shahaadooyin iyo sidoo kale abaalmarino kale lagu guddoonsiiyey, laguna maamuusay macalimiintii muddada dheer ardaydaasi wax soo barayey, iyo sidoo kale ardaydii hormuudka ahayd ee muddada dheer wax soo baranaysay, gaar ahaana kuliyadda shareecada iyo jaamacadda Gulis. Wasaaxiib Goole, Telefishanka Qaranka.